والآن ينضم إلينا من رام الله وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق السدر. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. معالي الوزير، بداية لو تضعنا بالمستجدات المعلومات التي تردكم وكيف تتابعون كل ما يحصل في هذه الأثناء. يعني بداية أشكر تلفزيون الغد على التواصل معنا ومتابعة الأحداث في فلسطين أولا بأول. يعني إحنا شهدنا بالأمس وقبل الأمس عملية فصل المسارات الدولية للاتصالات في غزة، وكان هناك متابعات حديثة في أكثر من اتجاه، كان أهمها اللي هو التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، والحديث مع معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت والطلب من جمهورية مصر العربية بتقوية بث الشبكات المصرية باتجاه الحدود الفلسطينية وفتح التجوال لحملة الشرائح من الشركات الفلسطينية. يعني هذا أحد الاتجاهات اللي مشينا فيه. في الاتجاه الثاني يعني كان في تواصل حثيث مع الجهات الدولية المنظمة لموضوع الاتصالات ووضعهم في صورة الاختراقات التي قام بها الجانب الإسرائيلي بفصل المسارات الدولية المغذية لقطاع غزة والتي تسببت بانفصال غزة عن العالم الخارجي وعن الاتصالات في داخل القطاع نفسه، وكذلك خدمات الإنترنت. كان يعني هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي بعدم الموافقة على إعادة الخدمات، والتي هذه تعتبر اختراق صارخ. طيب. وعن جهية في بخصوص هذه المسارات. هل عادت الخدمات بشكل تام في قطاع غزة، أم أنه ما النسبة التي يمكن الحديث عنها وحجم الخسائر؟ يعني قبل فصل الخدمة كان هناك يعني ترقية بحوالي 40% من الاتصالات في قطاع غزة. عندما قطعت المسارات الدولية يعني اختفت الخدمة بشكل كامل. إعادة الخدمات المغذية لقطاع الاتصالات يعني أعادت بشكل كامل اللي هو الخطوط الرئيسية، ولكن التضرر الذي لحق بالشبكات اللي في داخل قطاع غزة من تدمير أو نقص الوقود أو عدم وجود تيار كهربائي يغذي هذه الخدمات، يعني حالة دون يعني رجوع الخدمة بشكل كامل. الخدمة حاليا يعني مغطاة بتقريبا حوالي 35%، ولكن يعني طواقم من شركات الاتصالات تقوم بعملية متابعة وتقييم لما يمكن تقييمه وإصلاح ما يمكن إصلاحه حتى يعني نرفع نسبة التغطية بالشكل الذي يعني يلزم. طيب لو تضعنا بالمزيد حول التواصل مع مصر فيما يخص اعطاء البطاقات، او كيف ستتم العمليه يعني للحصول على شبكات من مصر، ومتى وهل بدا ذلك ام بعد؟ يعني بدايه هي عباره عن التجوال على الشبكات المصريه لحمله الشرائح الفلسطينيه، وهناك عدد من المواطنين يملكون الشرائح المصريه. في هذه الحاله الذي يملك يعني الشريحة المصرية يستطيع استخدام خدمات الاتصالات المصرية، ومن لا يحمل هذه يحمل الشرائح الفلسطينية يستطيع أن يعني يستفيد من خدمة التجوال، ويكون هناك مجال للاتصال وعملية الاستغاثة وكذلك استخدام الإنترنت. هذه الاستعداد المصري لتقديم هذه الخدمة نعتقد أنه كان دافع قوي لتراجع الجانب الإسرائيلي عن عملية القطع المتعمد للمسارات الدولية. ومن هون نشكر جمهورية مصر العربية على وقوفهم دوما بجانب الشعب الفلسطيني في المحن وفي في وقت السلم. هذا يعبر عن يعني عمق العلاقة ودور مصر المحوري في الإقليم وفي العالم.
معالي الوزير، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تحدث عن استعداده لتقديم شبكة ستارلينك أو خدمة ستارلينك لفلسطين، ولكن هل ذلك ممكن لوجستيا أم هناك معدات معينة وهذا يبقى في خانة الكلام؟ يعني كما ذكرتي كان في هناك تواصل مع مكتب إيلون ماسك و طواقم العاملة من قبل طواقم الوزارة، وكان هناك يعني في ساعات الصباح بالأمس كان هناك يعني رد إيجابي على إمكانية فتح هذه الخدمات لقطاع غزة، ويعني وهناك لزوم لوجود أجهزة أرضية لاستقبال هذه الخدمات والاستفادة منها. شرعنا في عملية يعني شراء وتنسيق لإدخال هذه التجهيزات من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجانب المصري بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ولكن ما شاهدناه في ساعات ما بعد الظهر أنه كان هناك تراجع من قبل شركة ستارلينك بعد تهديد وزير الاتصالات الإسرائيلي بوقف التعاون معهم، فكان يعني ردهم أنه سيقوموا بتقديم هذه الخدمات للمؤسسات الإغاثية الدولية المعترفة، ويعني كان ضبطهم إلنا بشكل رسمي على هذا الموضوع. إحنا رح نستمر في عملية يعني تزويد قطاع غزة يعني في هذه الخدمات، بالإضافة إلى يعني نقل عدد من هواتف ثريا الذي يعني تضمن الاتفاقيات الدولية في إنه يكون يعمل في مناطق التي تشهدها الحروب. إحنا على تواصل تام مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية، وأنا عدت للتو من إلى مكتبي من زيارة شكر وعرفان لجمهورية مصر العربية. كنت في زيارة لسفارة جمهورية مصر العربية في رام الله، وقدمنا الشكر للإخوة المصريين من خلال سعادة السفير المصري في رام الله. طيب بس استوضح منك، في حال تم عزل غزة عن العالم مرة جديدة، انه خدمات ستارلينك لا تعمل الا بدخول المعدات المطلوبة، وبطبيعة الحال اسرائيل تمنع دخول هذه المعدات، ووزير الامن الاتصالات الاسرائيلي رأيناه يمارس ايضا تهديد لإيلون ماسك في هذا الاطار. وماذا عن هواتف ثريا ايضا، هل من عدد كافي يمكنه ربما لنقل الصوره، هل من عدد معين، لديك معلومات حول ذلك معالي الوزير؟ يعني حاليا احنا شغالين على استكمال خدمات الثريا، هذا يعني حاليا في مجهود من قبل المجموعه العربيه في الاتحاد الدولي للاتصالات مع شركه ثريا مع الاتحاد الدولي للاتصالات والجهات المصرية لتوصيل العدد الكافي من هذه الأجهزة لتشغيل بعض المناطق والنقاط الحساسة في داخل هذا، في حال لا سمح الله يعني تم قطع الاتصال مرة أخرى حتى يكون في عنا وسائل اتصال من خلال ثريا. بخصوص تجهيزات يعني التجهيزات الأرضية لخدمات الستارلينك، سنعمل على إدخالها من خلال يعني الجانب المصري والمؤسسات الدولية، ويعني كلمة الفصل ليست فقط لوزير الاتصالات الإسرائيلي أو غيره، إحنا قلنا يعني ما نقوله، هناك اتفاقيات ودولية ومواثيق دولية لا يستطيع أنه يعني يمارسوا دورهم في غطرستهم وعن جاهيتهم في تصرفاتهم المختلفة، رغم أننا يعني على الأرض نشهد الغطرسة والعنجهية وعمليات الجرائم التي يرتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، إلا أننا مصرون على يعني خدمة شعبنا والاستعانة بأشقائنا في جمهورية مصر وأشقائنا العرب، ويعني نحن نسعى بكل السبل لتخفيف المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة الحديد. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق صدر.